طيب تعال نقول بسم الله ونبدأ مع يونت 4 لجريد 3 وليسن 5. يلا بينا تعال نشوف الدنيا بتاعتنا فيها ايه وركز معايا عشان تطلع فاهم. النهارده انا هتكلم على حاجه اسمها الرين فورست. يعني الرين فورست؟ الرين فورست معناها الغابه المطيره. يعني غابه مطيره؟ يعني غابه في مكان الدنيا بتمطر نهار وليل وليل ونهار وصبح وبالليل وبالليل وبالصبح، بتمطر على طول ما بتبطلش. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك از اميزنج هابيتات. يعني ايه يا مستر؟ يعني تعتبر بيئه رائعه او موطن رائع. ليه؟ ذير ار ميني ديفرنت بلانتس. يبقى فيها بلانتس، فيها تريز، فيها انيمالز، انسكتس اند بيردز. يبقى هنا هو الغابات ده فيها انواع ايه من النباتات؟ حط نمبر 1 عليها التريز، السطر الثالث نمبر 2 الانيمالز، نمبر 3 انسكتس 4 وبيردز 5. اوكي يا مستر؟ مش مشكله تحط، بس ركز معايا هنا. It rains a lot. يبقى تاني حاجه يا مستر ركز معايا، الرين فورست دي هي ليه اميزنج؟ قال لي اميزنج عشان هي فيها ديفرنت بلانتس وتريز وانيمالز وانسكتس وبيردز. طب ايه تاني؟ قال لك ات رينز ا لوت، بتمطر كتير. اند اتس فيري هوت، وكمان نمبر 3 اللي هي فيها حراره عاليه جدا. انا هسال دلوقتي جنه، ايه الميزه اللي موجوده في الرين فورست؟ لحد دلوقتي يا جنه ثلاث حاجات، اللي هي فيها تنوع من النباتات والحيوانات والحشرات والكلام ده، الحاجة التانية اللي فيها مطر كتير، الحاجة التالتة ان هي very hot. عاش. This makes it humid، بتخليها بيئة رطبة. طيب يا مستر الغابات ده هي فيها طبقات؟ فيها أربع طبقات. ركز معايا، أول طبقة اللي هي فوق ده اللي هي الإيه؟ الأشجار اللي فوق، الورق اللي فوق ده، تعال نشوفه. أيوة. The top layer is called the emergent layer، اللي هي الطبقة الايه؟ السطحية. مالها بقى الطبقة السطحية ده هي؟ This is the top of the trees، اللي هي أعلى الأشجار. يبقى أول طبقة اللي هي فين؟ أعلى الأشجار. Not many animals live here. تفتكر إن في الورق فوق، في الشجر من فوق كده، تفتكر إن في حيوانات هتعيش؟ هتعيش إزاي؟ على ورق. يبقى هنا مفيش حيوانات كتير بتعيش. الحيوانات الوحيده اللي ممكن تكون بتعيش يا جودي حيوانات متسلقه. برافو عليكي، حيوانات متسلقه زي القرود او بيردز طيور. تعال بقى نشوف. There are birds such as macaws. يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في طيور بتعيش هناك زي البغبغان اللي هو بغبغان المكاو. سبايدرز، في عناكب، باترفلايز، فراشات، and some small monkeys، وبعض القرود الصغيره. يبقى الطبقه اللي فوق اسمها ايه؟ اسمها emergent layer. اسمها ايه؟ emergent layer. اسمها emergent layer. الطبقه ده هي بيعيش فيها مين؟ بيعيش فيها not a lot of animals. يعني مش ايه؟ مش حيوانات كتيره. زي مين؟ زي السبايدرز والبترفلايز والبيردز والمونكيز الصغيرين. طب ايه كمان؟ the canopy layer. الطبقه الثانيه اللي هي فين؟ اللي هي هتلاقيها هنا اهو، الراجل عمال عامل عليها خطوط اهي. اهي. اللي هي الطبقة ده هي طبقة المظلة. يعني ايه المظلة او المظلة؟ يعني انت بعد ما بتسيب الورق بتنزل تحت الورق بتلاقي ان الشمس ايه؟ مش باينة قوي. ليه؟ لان الاشجار اللي فوق ايه؟ مضللة الشمس. عشان كده سموها الطبقة الايه؟ المظللة، اللي هي is under the top layer، اللي هي تحت التوب ايه؟ layer. There is a shelter and lots of food such as fruit and nuts here. يعني هي تعتبر مخبأ لكتير من الطيور. بمعنى ايه؟ يعني مثلا يا لارا لو في مثلا عصفوره فوق الشجره من فوق سهل قوي ان اي نسر ياكلها، صح؟ فبتبدا اي عصفوره مثلا او اي حيوان يبدا ينزل تحت في الاشجار شويه عشان ايه؟ يستخبى، تمام؟ وكمان بتلاقي فيها كميه فاكهه كتير، وتلاقي فيها مكسرات، البندق واللوز والكلام ده كله. And lots of animals live in the canopy. يبقى هنا هو في حيوانات كتيره ايه؟ بتعيش، بعكس مين؟ الاميرجنت لاير. Including sloths، زي اللي هي الحيوانات المتسلقة، قول بقى القرود، قول النسانيس، الكلام ده، monkeys and birds وطيور. يبقى هسأل سؤال، احنا خدنا لحد دلوقتي كم طبقة؟ 2. هم أربعة، هم موجودين أربعة، بس احنا شرحنا كم واحدة؟ 2. الإمرجنت لاير اللي هي اللي فوق ده هي؟ اللي تحتها الكانوبي لاير. الإمرجنت لاير، الإمرجنت لاير والكانوبي لاير، الطبقتين دول بيعيش فيهم بيردس وبيعيش فيهم ايه؟ مانكس. تمام يا مستر؟ طيب
The understory layer اللي هي الطبقة الناشئة بقى اللي هي تحت إيه؟ اللي قبل ما توصل للأرض خالص اللي هي الحتة الدهي اللي هي دي اللي هي دي الحتة اللي هي الإيه فروع بتاع الشجر دهي مالها بقى أو الصلب بتاع الشجر is under the canopy يبقى تحت مين الكانوبي there isn't a lot of sun here إيه ده الشمس ما بتنزلش هنا ليه لأن أنت بتتكلم إن برافو عليكي في ورق فوق فطبعا كذا طبقة فبتمنع الشمس إيه تنزل so it's dark and humid عشان كده الطبقة دهي طبقة ايه مظلمة ما تلاقيش فيها شمس كتير وكمان هي ايه هيوميد يعني رطبة rain falls down through the layers above لكن مين اللي ينزل بقى عادي المطرة صح مش المطرة لو نزلت هل تنزل ما بين الورق وكده وتنزل على الارض عادي بالظبط كده but there isn't a lot of sun يبقى هنا الطبقة دي عكس مين عكس الطبقة اللي فوق خالص الطبقة اللي فوق فيها مطرة كتير وفيها شمس كتير صح لكن دي فيها مطر كتير ماشي بس ما فيهاش صن تمام الصن قليل قوي فيها there are lots of insects بيبقى فيها حشرات lizards سحالي and frogs ضفادع يبقى الطبقه الثالثه اللي قبل الاخيره تحت بتلاقي فيها السحالي والايه والضفادع والحشرات other larger animals hunt for food in the understory layer يعني بعض الحيوانات ايه الضخمه بتبقى موجوده في الطبقه دي عشان تاكل ايه تاكل الحيوانات التانيه والحشرات بس طبعا مش ضخمه قوي البيئه ده اهي او الغابات ده اهي ما بيعيش فيها لا زراف ولا ايه بعد كده بيقول لك ايه هنا اهو بيقول لك ان الطبقه دي اللي هي ايه بتلاقي ان فيها حشرات كبيره وحيوانات كبيره بتتغذى على اصغر منها بس انا كنت بقول قبل ما اوقف الفيديو كنت بقول لك ان الحيوانات الكبيره ما بتعيش في الغابه دي حد عارف ليه يعني مش هتلاقي فيل عسل وعليه ايس كريم جدع يا لارا قال لك من كتر ما الاشجار كتيره وقريبه من بعضيها مفيش فيل يعرف يخش ما بين الاشجار هيتحشر زرافه ما تنفعش وايه هيموت الاسود برضو ما ينفعوش كل الاشجار قريبه من بعضيها عامله زي صوابع كده مفيش ايه مسافه خالص من كتر ما المطره كتير ودرجه الحراره كتير طيب احنا بقينا الطبقه فين اللي هي الارض بقى الارض بتاع الغابه دي فيها مين on the forest floor it's very dark قال لك ايه هي دارك ولا فيري يعني ايه فيري دارك انا مش فاكر عسل يبقى مظلمه جدا فيري ليتل سان لايت اشعه الشمس قليله جدا كان جود ثروت ذا تريز يعني الاشعه اللي بتنزل قليله قوي وبالتالي الطبقه دي اللي بينزل جوه تحتيها مطر بس لكن شمس مفيش سنيكس كراول اون ذا رين فورست فلور يعني ايه تلاقي الارضيه دي بقى مفيش فيها نور كتير فيها ضلمه تلاقي ان هي البيوت الجميله بتاعت مين التعابين تلاقي التعابين في الارض كده دنيا ضلمه تلاقي التعابين بتقعد تزحف على الارض كده اي حشره ولا اي حيوان ايه نزل من على الشجره كده تهوى ولا حاجه على الارض كده يروحوا واكلين because it's dark عشان الدنيا ايه مظلمه plants here need to have a big leaves so they can get sunlight عشان كده ايه بتلاقي ان الاشجار ده اهي بتحتاج اشعه شمس كتير عشان كده كان السبب ان الاشجار هنا كتيره ليه لان في اشعه شمس كتيره وفي مطر ايه كتير تعال نقرا الوردز مع بعض هات لي بيج نمبر 151 احنا خدنا 4 layers اول طبقه ذا توب لاير صح كده مين فيها علم معايا المكاو سبايدر butterfly small monkeys مش احنا قلنا الحيوانات دي موجوده هنا طب الطبقه المظله سلوس مونكي بيرد يبقى دول الثلاث حيوانات اللي موجودين في الطبقه الثانيه طب الطبقه اللي قبل الاخيره اللي هي الاندر ستوري لاير الطبقه السفليه او الناشئه انسكت ليزر فروج الارضيه فيها مين بس سنيك عايش تعال نقرا الوردس اللي بعديها انسايد انا بسكت عشان انت بتكرر ورايا وبتعلم هيوميد انسايد هيوميد ويستس النفايات او القذرات او الفضلات كراول يزحف سلايت ضوء الشمس انسكت حشره ثرو عبر او خلال ثرو fall down يقع nuts
مكسرات ماشين الماكينه. هات اللي بعده. هير ستور destroy on land على الارض. pollution تلوث. factory مصنع. volcano بركان. garbage كمامة. building مبنى. office مكتب. هات البيج اللي بعديها. شاطر. اخر ووردز معانا. drought جفاف. large ضخم. wrapped يسور. flood فيضان. استعد عشان هتقرا بدرجات. cut down يقتلع. chemicals مواد كيماوية. deforestation دي فورست فورست غابة، يبقى deforestation. cover burned cover معناها يغطي، وburned معناها محترق. هات اللي بعده. somewhere مكان ما. happen يحدث. else آخر. else overflow يتدفق. environment بيئة. هات اللي بعده. ash اللي هو الرماد. ash natural طبيعي. natural disaster كارثة. enough بطريقة كافية. ecosystem النظام البيئي. ecosystem. يلا بينا. change of habitats هي ممكن البيئة تتغير. بمعنى ايه؟ يعني ممكن البيئة بتاعت الغابات ده اللي فيها غابات كتيرة ممكن تتغير، ما يبقاش فيها غابات. ممكن. ازاي؟ تعالوا نعرف الاسباب. animals and plants live together in balance in different habitats. يعني ايه يا مستر؟ يعني بيقول لي النباتات والحيوانات بيعيشوا مع بعض في نظام وفي بيئة، كل واحد بيعتمد على التاني. يعني الحيوانات بتعتمد على النباتات، والنباتات بتعتمد على الحيوانات. هي النباتات بتعتمد على الحيوانات في ايه؟ ان النباتات ده هي عندها زي حبوب لقاح كده، الحيوانات بتاخد الحبوب ده هي او البذور دي من مكان لمكان، فبالتالي النباتات دي بتطلع في اماكن ايه تانية. but what happens when things change؟ ايه اللي يحصل بقى لو حاجه اتغيرت؟ there are lots reasons for change. في اسباب كتيره بتخلي التغيير ده يحصل. اول حاجه الديفورستيشن اللي هو التصحر. يعني التصحر؟ تعال نعرف. people cut down forests and rainforests to use their trees or make land or farming. يعني يا مستر؟ يعني البني ادمين بيقعدوا يقطعوا الغابات دي يا جودي عشان اسباب كتيره. اولا ممكن يبنوا على المناطق دي، يعني انا مثلا بدل ما في غابه اروح انا اقطع الغابه دي وابني بيت عليها، او عشان حاجه تانية بدل ما انا الاشجار دي لارا انا مش مستفاد منها، انا اقطع المكان ده وابدا ازرع مثلا فيه رز، في ازرع مثلا فيه خضروات اكلها. ايه كمان؟ او ممكن يعملوها ايه؟ ممكن يعملوا الحاجات دي علشان ايه؟ الاشجار دي يقطعوا الخشب بتاعها ويستخدموا الخشب فين؟ في الصناعه. This destroys the habitats of hundreds of animals. طبعا ده مع الوقت بيدمر مئات البيئات من الايه؟ من بيئات الطيور والحيوانات والنباتات. تاني حاجة اللي هو التلوث. البلوشن. اللي هو ايه بقى يا جنة؟ البلوشن اللي هو التلوث can be on land, in water, or in air. يعني بيبقى في كم منطقة؟ في تلاتة. ممكن على الأرض land، number two water، number three air. يعني يا يحيى ممكن التلوث ده هو يكون في المية، ممكن يكون في الهواء، وممكن يكون على الأرض. طب التلوث ده يعمل ايه بقى؟ تخيل كده الأرض دي ملوثة واحنا بنسقي بها النباتات، او تخيل الحيوانات عماله تشرب من النهر ده اللي هو الملوث، تخيل ايه اللي هيحصل لهم. And people leave garbage on the land and in river او in rivers and seas. يعني الناس بترمي المخلفات بتاعتها في الانهار والبحار وعلى الارض. We put chemicals in rivers and seas and damage their air with machines and fires. وكمان بيدمروا
البيئات ده عن طريق الايه النيران، او بيدمروها بالمواد الكيماويه. يعني مثلا تلاقي مصنع عمال يرمي القذرات بتاعته والمخلفات بتاعت المصنع ده في النهر، تخيل بقى الناس لو شربت والحيوانات والميه دي ما كانش نظيفه، البني ادمين دول هيجيبهم امراض وممكن طبعا يموتوا في نفس الوقت. طيب يبقى انت عندك كم حاجه بتدمر البيئه لحد دلوقتي؟ حاجتين، الديفورستيشن يعني ان انا اقطع اشجار كتير، الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه البولوشن، التلوث اللي انا لوث البيئه والارض والميه ايه، فبالتالي الحشرات والنباتات والحيوانات دي كلها تموت. ثالث حاجه البناء، البناء ده البيلدنج يعني ايه؟ يعني لو انت جيت المكان ده من حوالي 100 سنه ما كنتش هتلاقي فيه بيوت خالص، امال كنت هتلاقي كله ايه؟ زراعه. New buildings for homes, offices and factories can destroy habitats. يعني المباني الجديدة واللي احنا بنعملها علشان البيوت بتاعتنا والمكاتب والمصانع طبعا ايه بنعملها على مين؟ على الغابات، فانت بتقطع غابات. They can be good for people. الحاجات دي ممكن تكون جميلة للبني آدم، ان جودي يكون عندها شقة بتاعتها، ان مثلا جنة يكون عندها المكتب بتاعها، ان لارا يكون عندها المستشفى الخاصة بيها. لكن الحاجات دي انت بتعملها على ايه؟ على الارض الزراعيه اللي هي فيها الحيوانات والحشرات. طب هم هيعيشوا فين؟ هيموتوا. But bad for animals، هي يعني حاجه كويسه ليك بس هي باد لمين؟ للانيمالز. That lose their homes، اللي هي بتفقد الايه؟ البيئه بتاعتها. ركز بقى معايا علشان اللي جاي صعب شويه. احنا هنا خدنا كام حاجه بتدمر البني ادم بيعملها؟ 3 اللي هم الديفورستيشن، تاني حاجه الهومز البولوشن، تالت حاجة البيلدينجز أو البناء أو المباني. دول التلات حاجات. الحاجات دي بصنع مين؟ الإنسان ولا بصنع ربنا؟ ها؟ التصحر إن أنا أقطع الأشجار ده بصنع ربنا ولا بصنع الإنسان؟ طيب التلوث إن أنا ألوث البيئة والأرض والكلام ده بصنع ربنا ولا الإنسان؟ الإنسان. طيب إن أنا أبني البيوت والكلام ده بصنع ربنا ولا الإنسان؟ الإنسان. يبقى التلاتة دول بصنع مين؟ الإنسان. في بقى تلات حاجات بصنع ربنا البني آدم ملوش دخل فيهم، تيجي نعرفهم؟ بيدمر البيئة قوي. يلا بينا اقلب البيج اللي بعديها، ركز اكتر. اول حاجة انا بقلب كده، هو انت بتقلب بالعكس ليه؟ اول حاجة البولكانوز، اربع حاجات اهم. البراكين، يعني البراكين بص البركان ده اهو اللي انت شايفه في الصورة، تخيل عمال يطلع نار والنار دي تيجي على الاشجار، الاشجار هتعيش؟ لا. اهو وين افولكانو رابتس، لما البركان ده اهو بيصور ash falls to the ground and covers it. يعني ايه؟ يعني الرماد بيطلع على الارض وبيغطي الارض دي. طب الرماد ده فيه حاجات مواد سامه، الاشجار بتموت. in the short term، على المدى القصير plants can't grow، يعني النباتات ما بتطلعش ايه بسبب الرماد ده. and the ash pollutes the air، كمان الايه؟ كمان الرماد ده بيلوث الايه؟ البيئه، فطبعا الاشجار ايه؟ ما بتستحملش. نمبر 2 الفيضان، الفيضان ده يعني ميه كتيره. In a flood there is an overflow of water، يعني في تدفق من الميه. To land that is usually dry، يعني الارض بتكون ايه؟ جافه، فانت بتديها كميه امطار كتيره. This can happen in a heavy rain or storm، يعني الايه؟ الفيضان ده ممكن يحصل في حاجتين، لا اما لو انا عندي عاصفه او لو انا عندي امطار كتيره. Flood can destroy natural habitats as well as people's homes. يعني ايه؟ يعني الفيضان ده ممكن يدمر بيئة الإنسان وممكن يدمر بيئة الحيوان. مش فاهمة يا لورا. يعني تخيلي مثلا أنا جات لي كمية فيضانات مية قد العمارة دي، إيه اللي هيحصل؟ ممكن توقع بيت، ممكن توقع العمود اللي في الشارع، ممكن توقع الأكشاك، ممكن توقع الأبواب، بتدمر بيئة الإنسان. طب تخيل بقى تعمل ايه في الغابات؟ ممكن توقع اشجار وتموت نباتات وحيوانات عايشه هناك. يعني مثلا عنكبوت صغير ماشي على الارضيه، تخيل لما تيجي تلاقي ميه في علو عماره كده او في ارتفاع عماره جا دخلت على الغابه دي، يبقى كل الحيوانات اللي على الارض دي ماتت. اوكي؟ وبالذات كمان لو هي ما بتعرفش ايه؟ تعوم في ميه. تالت حاجه العكس بقى الدراوت اللي هو الجفاف. يعني الجفاف؟ يعني ما فيش ميه. When there isn't enough rain، لما يبقاش فيه مطر كافي، the ground is dry، الأرض بتجف. And the plants can't grow، وبالتالي النباتات ما بتقدرش إيه؟ تطلع. يعني أنت جايب حاجتين وعكسهم، جايب الفلود اللي هو المية الكتيرة، وجايب الدراوت اللي هو إيه؟ الجفاف. نكمل يا شباب؟ طيب، animals can't find water to drink، وبالتالي لا نباتات هتلاقي مية تشرب ولا إيه؟ حيوانات. تمام كده؟ طيب
farmers can't grow food، وبالتالي الفلاحين مش هيقدروا ايه يزرعوا المحاصيل. يعني انا عايز ازرع محصول مثلا زي الرز، ما فيش مطر، هزرعه ازاي؟ اخر حاجه الفاير النار، ازاي الولد مالك ده هو عمال عايش جنب غابه، الغابه دي درجه الحراره ارتفعت قوي، ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تولع في الغابات دي. Fire can happen in forests or grasslands. يعني ايه؟ يعني النار دي ممكن تحصل في الغابات، في الفورستس او في الاراضي العشبيه. Fire can destroy many habitats. يعني النار ده ممكن يدمر بيئات كتيره. طبعا نار هتدمر ايه؟ هتدمر انسان وتدمر حيوان وتدمر ايه كمان؟ وتدمر الاشجار. Very quickly بتدمرها ايه؟ Very quickly، سريعه جدا. The smoke can pollute the air. وكمان الايه؟ النار ده هو بتطلع دخان، الدخان ده ممكن يلوث ايه؟ البيئة. حد قاعد في حاجة مش فاهمها، نعيدها له تاني يا شباب يقول لي. يلا بينا ناخد حاجة جديدة.